واحنا زي ما انت شايف احنا بنسكن حي امن في منطقة امنة يسكنها الكثير من النازحين زي ما احنا شايفين. طبعا هذا مصيرنا في هذه الارض، ما زلنا في هذه الارض ثابتين ومستشبتين في ارضنا، لن نتركها حتى لو فقدنا الكثير. هذا مصير الشعب الفلسطيني، فاحنا بنطالب العالم بمزيد من الحماية وتوفير الامن، وما زلنا نقول حسبي الله ونعم الوكيل على هذا الألم الأمني. في منطقة آمنة يسكنها الكثير منذ سنوات، يعني وهي مشيدة بهذه المباني والكثير منها، ولا يخرج منها لا مقاومين ولا أي شيء. وزي ما أنت شايف يعني مبنى آمن كله مكون من كذا، كانوا النازحين ساكنين فيه من عدد كبير منه، وزي ما أنت شايف تم التدمير بهذا الأمر الكامل. حسبي الله ونعم الوكيل. لحظات القصف كانت عنيفة لا توصف، يعني يمكن عبارة عن زلبر كان يعني هائل، فكانت العملية يعني صعبة كثير على أثرها لا تقول إن هذا الانفجار بسيط، تقول عن هذا يعني زي قنبلة ذرية من شدة الانفجار. الأطفال شردت، منهم ما بتر من أطراف، ومنهم ما قتل على المطرح، ومنهم ما كانت إصابته خطيرة للغاية. وزي ما انت شايف لا معدات ولا في اي شيء، فما زال هذا الناس يعني لحتى الان تنزف في هذه المنطقة وفي غيرها، وهذا مصير هذا الشعب الفلسطيني. إن لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. وصلوا بهولي مش من الكلام يعني ايش قصة هذا الليلة؟ أين نحش تعب الله من؟ لو نزود تاني، نزود شبيه ولا صورت؟ صورت.